بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار للعلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف فاراشين، تسأل وتقول: لدي صديقة أنجبت طفلة في الخامس من رمضان وحتى نهاية الشهر وهي لم تصم بطبيعة الحال، وحينئذ تسأل فضيلتكم شيخ صالح: هل يلزمها القضاء مع الكفارة أم يكفيها القضاء فقط؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن من ترك أياما من رمضان لم يصمها سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر من رجل أو امرأة فإنه يجب عليه القضاء، لكن إن كان تركها من غير عذر يجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان تركها لعذر كمرض أو سفر أو حيض للمرأة أو نفاس فإنه لا إثم عليه، ولكن يجب القضاء لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر فأكثر من غير عذر فإنه يجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. أما إذا كان التأخير إلى ما بعد رمضان آخر لعذر منعه من القضاء فإنه يقضي ولا كفارة عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حسن ميم من الجمهورية العربية السورية دمشق. عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وبقي له في هذا اللقاء جمع آخر من الأسئلة، فيسأل ويقول: حدثونا عن تكبيرات الإحرام وعن التكبيرات في الصلاة، الواجب منها والركن، جزاكم الله خيرا. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد إلا به ولا تصح إلا به. وأما بقية التكبيرات وهي ما تسمى بتكبيرات الانتقال فإنها واجب من واجبات الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض المساجد يوجد دور علوي ودور أرضي، والإمام يصلي في الدور العلوي مع جماعة، وهناك أناس يصلون في الدور الأرضي مؤتمين بذلكم الإمام، هل هذا جائز؟ لا مانع من ذلك ما داموا في المسجد ويسمعون صوت الإمام، فلا مانع من ذلك ولو كانوا لا يرون الإمام وهم في الدور الأسفل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: اشتريت سلعة بسعر أقل من المعروف، فهل لي أخذ الفرق دون علم صاحب المال الذي بعثني لشراء تلك السلعة؟ يجب عليك الصدق وأن لا تأخذ شيئا إلا ما أعطاك الموكل، فإذا أمرك أن تشتري هذه السلعة ب100 ريال مثلا ووجدتها ب90 فإن الواجب عليك أن ترد إليه الزايد، ترد إليه العشرة إلا إذا سمح بها لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن تحريك السبابة في التشهد، متى يكون موضعه، وهل هناك مانع من أن يبقى الأصبع متحركا طوال التشهد، جزاكم الله خيرا؟ الصحيح في هذا أنه يحركه عند لفظ الجلالة، إذا جاء لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء فإنه يحرك الأصبع إشارة إلى التوحيد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من
الزهاد في جمهورية مصر العربية المستمع علي محمد أبو زيد محمد رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. يسأل أولا عن حكم القارئ الذي يقرأ القرآن ويأخذ عليه الأجر، هل يكون جائزا أو لا؟ لا يجوز أن يتخذ قراءة القرآن حرفة يتأكل بها، لأن قراءة القرآن قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتلاوة القرآن عبادة، فلا يطلب بها الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وجاء في تفسير هذه الآية أن المراد الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فقراءة القرآن من ذلك. إنما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند بعض أهل العلم، المعلم الذي يدرس القرآن يجوز له أن يأخذ الأجرة، خصوصا إذا كان ليس له مورد يتعيش منه وفي تفرغه لتدريس القرآن انقطاع عن الكسب، فلا بأس أن يأخذ ما يكفيه لنفقته. وكذلك يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن للرقية، إذا قرأ على مريض أو على ملدوغ فإنه يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا، بدليل حديث الركب من الصحابة الذين قرأوا على اللديغ وأخذوا على ذلك قطيعا من الغنم، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. في هاتين الحالتين يجوز أخذ الأجرة، أما أخذ الأجرة على التلاوة كما يفعل في بعض البلدان من استئجار المقرئين في رمضان أو في غيره للأموات، أو استئجار المقرئين في مواسم العزاء ومحافل التأبين، فهذه أمور محرمة، ولا يجوز استعمال القرآن لهذه الأغراض الدنيئة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن ذلكم الموضوع الشيخ صالح، فيقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت لثلاثة أيام متتالية، وهل يستفيد الميت حسنات من تلكم القراءة جزاكم الله خيرا؟ لا أصل لهذا العمل، وهو قراءة القرآن للميت أو عند قبر الميت أو عند دفنه، كل هذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة. والواجب للميت الدعاء له والاستغفار له، الصلاة عليه والصدقة عنه، وما وردت الأدلة بأنه ينفع الميت بعد موته، وما لم يرد به دليل فإنه يترك، ومن ذلك قراءة القرآن للميت، فإن هذا من البدع التي لم يرد بها دليل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يتخلص المصلي من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟ يتخلص من وسوسة الشيطان بإحضار قلبه في الصلاة، واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي هو واقف بين يديه، وبالاستعاذة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وفائدة ذلك أنه يطلب من الله عز وجل أن يمنعه من الشيطان وأن يحفظه من الشيطان ألا يفسد عليه صلاته، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يعيذ من استعاذ به ويجيب من دعاه. هذا أعظم الأسباب لحضور القلب في الصلاة، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكن إحاطة المنزل كما يقول، هل يمكن إحاطة المنزل بآية الكرسي، وكيف يكون ذلك، وكم عدد المرات جزاكم الله خيرا؟ الذي ورد أن آية الكرسي تقرأ في أدبار الصلوات، ولا سيما صلاة الفجر صلاة المغرب، وكذلك تقرأ آية الكرسي عند النوم، دليل حديث أبي هريرة في قصته لما كان يحرس التمر ويأتيه الشيطان ويعبث بالتمر، ثم في النهاية أرشده إلى أن يقرأ آية الكرسي، وإذا قرأها فإنها تمنعه من الشيطان. ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. فآية الكرسي عصمة من الشيطان يقرأها عند النوم ويقرأها في أدبار الصلوات، أما قراءتها وإحاطتها بالمنزل فهذا لا دليل عليه ولا أصل له، يعتبر من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تربية الكلاب أجلكم الله في منازل الريف حرام أم حلال؟ وإذا أمسكها الإنسان فماذا يفعل؟ وجهونا إلى هذه القضايا جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل فيه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الكلاب إلا لثلاث أحوال. الأولى الحراسة، حراسة الأغنام أو حراسة يعني حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو للصيد، اتخاذ الكلاب للصيد وهي الكلاب المعلمة التي تستعمل للصيد. هذه الأغراض الثلاثة يباح اقتناء الكلب لها، حراسة الماشية وحراسة الزرع والصيد بالكلب المعلم. وأما من اتخذ الكلاب لغير ذلك إن هذا محرم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ينقص من أجره كل يوم قيراط. ولا تدخل الملائكة البيت الذي يؤوي كلبا. وكيف يكون حال الإنسان الذي لا تدخل ملائكة الرحمة إلى بيته؟ وأما ما يفعله بعض المقلدين للغرب والمقلدين للكفار من اتخاذ الكلاب في بيوتهم أو في سياراتهم، فهذا أولا أنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ الكلاب لغير ما جاءت فيه الرخصة، وثانيا أنه تشبه بالكفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وثالثا أن هذا فيه إضرار بالصحة لأن هذه الكلاب فيها أمراض وربما تكون أمراضا خطيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: هل كل النوافل عندما نصليها نأتي بركعاتها مثنى مثنى أم يجوز صور أخرى؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل بل الواجب في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يصلي مثنى مثنى في الليل أو في النهار، الصلاة مثنى مثنى هذا هو المشروع. إنما يجوز سرد ثلاث ركعات الشفع والوتر بسلام واحد، هذا يجوز أن يسرد ثلاث ركعات للوتر بسلام واحد، أما ما عدا ذلك فإن الصلاة تكون مثنى مثنى لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجب غسل الأذنين عند الوضوء بصب الماء عليهما وعلى ظاهرهما وباطنهما أم يكفي المسح؟ جزاكم الله خيرا. الذي أوجبه الله جل وعلى هو المسح، ولا يجوز الزيادة على ما أوجبه الله. غسل الرأس أو غسل الأذنين هذا من الغلو المنهي عنه ولا يكون مشروعا، لأن الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، فأمر بالمسح ولم يأمر بالغسل، والأذنان من الرأس يكفي مسحهما ظاهرا وباطنا بأن يدخل أصبعه السبابة في خروقهما ويدير إبهاميه على فروعهما، هذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الأوقات التي يشرع فيها السواك، وهل يتم استعمال السواك باليد اليسرى أو لا مانع من استعماله باليمنى؟ جزاكم الله خيرا. السواك يستحب في كل وقت لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتأكد في أوقات منها عند الوضوء، يتأكد عند الوضوء ويتأكد عند الصلاة ويتأكد عند تلاوة القرآن ويتأكد عند تغير رائحة الفم إلى غير ذلك، ففي هذه الأحوال يتأكد استعمال السواك، وهو سنة عظيمة وسنة مؤكدة تكاثرت الأحاديث بالأمر به وفضله وفوائده
والإمساك مساك السواك يكون باليد اليسرى كما نص على ذلك أهل العلم، لأنه إزالة أذى، إزالة رائحة كريهة وفضلات من الفم، ويكون ذلك باليد اليسرى لأن اليسرى تستعمل لإزالة الأذى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وجهونا إلى الكيفية الصحيحة لوضع اليدين أثناء الصلاة، كيف تكون جزاكم الله خيرا؟ الكيفية الصحيحة لوضع اليدين أثناء القيام في الصلاة أن يكون على الصدر، أن يضعهما على الصدر، يقبض الشمال باليمين ويضعهما على صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا هو الوضع الصحيح. وإذا جلس للتشهد فإنه يضع يديه على فخذيه، اليد اليمنى على الرجل الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، وتكون اليسرى مبسوطة الأصابع متوجهة إلى القبلة، وتكون اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر ومحلقة الإبهام والوسطى ومرفوعة السبابة إشارة إلى التوحيد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت أصلي وأقرأ من المصحف، كيف أضع المصحف عند الركوع والسجود جزاكم الله خيرا؟ ضعه في المكان المناسب، إما بأن يكون عندك صندوق مرتفع أو مكان مرتفع أو فتحة في الجدار تضعه فيه، أو تضعه على مصلاك على الفراش، فتضعه في المكان المناسب. نعم. من الجزائر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول الأخت بانون سالم تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة العمل في المؤسسات التي فيها اختلاط لكن مع كثرة النساء؟ لا يجوز للمرأة أن تعمل في المكان الذي يحصل فيه اختلاط بالرجال لما في ذلك من الفتنة والشرور، ولو كثرت النساء، ما دام فيه رجال ولو رجل واحد يختلط بهن فإن هذا محرم، والواجب على النساء تجنب، وكذلك الرجال، الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يعتزلوا مواطن الفتنة ومواطن الاختلاط لما في ذلك من الشرور العظيمة، وهذا وسيلة إلى الوقوع في الحرام، التساهل في الحجاب وشرور كثيرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: الناس في قريتنا ينكرون علينا قبض اليدين في الصلاة ويجعلون ذلك سببا لتضليلنا، لأن هذا كما يقولون ليس من مذهبنا، وأنا متأكدة من شرعية هذا، ولكن هل أترك ذلك بحضرتهم تأليفا لقلوبهم أم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أفضل؟ وهل وردت أحاديث في الحكم في حكم القبض والإرسال في الصلاة جزاكم الله خيرا؟ قبض اليدين ووضعهما على الصدر في حالة القيام في الصلاة سنة مستحب وليس بواجب، والاختلاف في هذا لا يوجب التضليل والعداوة كما يفعل بعض الجهال، لأن هذا من الأمور المستحبة، من تركه فلا إثم عليه، ومن فعله فله الأجر، وهو المتبع للدليل فهو يؤجر على ذلك، وأما من يترك ذلك فلا إثم عليه لأنه تارك لمستحب ولم يترك واجبا، وهذا لا يوجب العداوة والتضليل للمختلفين بعضهم مع بعض. فكان الأئمة يختلفون في هذا وهم إخوة، كذلك أهل العلم يختلفون في هذا وفي بعض المسائل الفقهية، ولا يؤثر ذلك على أخوتهم ومحبتهم في الله عز وجل فيما بينهم، وإنما هذا من الشيطان يستغل به الجهال والعوام. فهذه الظاهرة وهي حصول العداوة عند الاختلاف في المسائل الفقهية والمسائل المستحبة إنما هذا من الجهل ومن تزيين الشيطان، فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يعادوا من يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الواجب تشجيعه على هذا، والواجب احترام المسلمين ولا سيما طلبة العلم ولا سيما الذين يلتمسون العمل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جهزان، وباعثها مستمع يقول: أنا شاب في 18 من عمري، تقدمت لابنة خالي وفكرت في الزواج، ولكن حصل شيء منعني من ذلك، وهو أن امرأة قالت لي إنها أرضعتني وأرضعتني
أرضعتها فصدقتها، ولكن حدث ما شككني في هذا الأمر، حيث أن الوالد قال إنها عندما أرضعتني وكانت عجوزا جدا، وزوجها قد توفي منذ 10 سنوات، وأولادها في ذلك الحين متزوجون، فأرجو إفادتي في هذا الأمر، حيث لم ترضع البنت إلا مرة واحدة أو مرتين، فهل هي أختي من الرضاعة أم أكمل خطبتها؟ جزاكم الله خير. ما دام أنها شهدت بأنها أرضعتك وأرضعتها، وأن والدك أيضا أثبت هذا، إلا أنه يقول إنها كانت كبيرة السن وليس لها زوج، أن زوجها متوفى، فمعناه أن هذا الرضاع شهد به إثنان، المرأة والرجل الذي هو أبوك، فثبت الرضاع. وأما كونهم لا يعلمون عدده، فهذا يورث شبهة، توجد هذه الشبهة ينبغي تجنبها احتياطا وتورعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فأقل أحوال هذا الرضاع أنه يورث شبهة حيث لم يعلم عدده، فتجنبها أحوط وأبرأ للذمة. والنساء كثير والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية لكم من زميلي فهد العثمان.